نشكركم الرجال والعائلات، واللي بغيت نأكد وزيد الشكر عليه وهو خاص بالعنصر النسوي، لأن هذا العنصر هو عنصر يشتغل، وصراحة أنا كيشتغل أكثر من الرجال، وخا غادي نتوما يا رجال نعرفكم، ولكن هذا العنصر شغال ويشتغل، وأنا بغيتكم ديروا فيه ثقة أكثر، لأنه غادي يخدم أكثر وغادي يعطيكم المزايا أكثر، وبيناتكم ملي نتوما عيالات قلتي تعدوا تأطيرات في التعاونيات، ونزيدكم وتعدوا تأطيرات في التعاونيات. لاننا كهيئة رانا مستعدين نجوكم نديرو لكم دورات تكوينية، كيفاش طريقة التأسيس وكيفاش طريقة ديال الدعم باش تبسيط المسطرة كذلك في الطرق اللي هي خاصة بالدعم الجميع، لان الهيئة منكبل ان شاء الله على عدة اتفاقيات مع الكثير من المصالح في جهة مراكش وفي جهة الدار، في اي جهة تأسست اللي نقوموا ان شاء الله الرحمن الرحيم نديروا معهم عقد شراكات، وان شاء الله الرحمن الرحيم نتمنى لكم التوفيق، وشكرا على هذا الاستقبال وعلى هذا الحماس وعلى هذا الحفل البهيج وعلى هذا التاسيس الكبير، وان شاء الله الرحمن الرحيم وبعون الله ما نبخلكم شيء وانتم كذلك لا تبخلون شيء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.